قرأت له قراءة الكلام الدكتور عبد المجيد سيد أحمد عاطف وحبيب صورة يوسف. قرأت له قراءة الكلام الدكتور رازع مسوزان وحبيب صورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم اجبر خاطر والدي واجعل فعل الجنان مع الحبيب العدنان يا رحمن.